أجمل صباح لكم مشاهدينا، حياكم الله في حلقة يوم الأربعاء من برنامجكم صيف البحرين. أكيد يتجدد اللقاء معاكم كل يوم بمواضيع مختلفة وفقرات مميزة، وأكيد أصبح على زميلتي إيمان. صباح الخير. صباح الورد. شلونك اليوم؟ الحمد لله بخير، أنت شلونك؟ الحمد لله تمام، كل شيء أوكي. اليوم يوم الأربعاء، يوم الأربعاء، يوم واحد على الويكند. أتوقع إحنا صرنا نحسب الويكند، بس يلا اللمة في البيت بعد حلوة. حلوة حلوة اللمة. اليوم شنو عندنا الخبر الحلو؟ اليوم إيمان خبر وايد حلو، وهو مكعبات من النايلون للحماية من كورونا في ولاية كاليفورنيا. في كل الجمات مسوين نفس المكعبات ويعقمون المكعب، وكل مكعب شخص واحد يدخل والله حلو، ويتمرن ويخلص ويمشي. شو رايك في هالفكره؟ انا اتوقع هذا الشيء هاي بتساعدك، اللي قلتي لي انا في البيت ما اتمرن واخاف اروح ودي، بس اتوقع ان هذه الفكره حلوه قاعده تطبق، دام طبقوها طبعا في ولايه كاليفورنيا. اختراعات قاعده تصير ايمان، شوف المواهب بدات تطلع الحين. مع هذه الفتره مواهب بدات تطلع، الناس كلها قاعده تكتشف ان عندها مواهب في اختراعات. يقول لك الحاجه ام الاختراع. والله نتمنى يصير كذي، يعني عندنا ترجع الجمات مره ثانيه ان شاء الله بطرق كذي مبتكره. اتوقع في تفكير، يعني اصحاب الجمات او حتى يعني المؤسسات الجهات الرسمية قاعدة تفكر إنها شلون ممكن ترجع الحياة طبيعية، بس بصورة أكيد يعني تحفظ سلامة أكيد المواطنين. في صحيح إن شاء الله، يعني نتمنى هذا الشيء. مثل ما قلتي أنت، الرياضة مهمة، وأمس تكلمنا مع أبو سعد هني، وقبلها بعد مع أخصائيين تغذية، إنه يعني الرياضة وايد مهمة في هذه الفترة للمناعة. شفتي شقد تساعد للمناعة. فإن شاء الله نتمنى هذه الاختراعات توصل لنا. الرياضة تقدرون تسوونها في كل مكان، يعني لا تسوون نفسي تقولون عذرنا قاعدين في البيت. نفس ما قال لنا المدرب مالنا اللي يطلع ويانا، نسيت اسمه، ذكرني فيه، خالد البستقي، وجه له تحية، اللي دائما يقول إن كلنا نقدر نسوي الرياضة حتى في البيت بتمارين بسيطة. ما شاء الله عليه، هو في حديقة يتمرن، أو في يعني بروحه سكوات. أنا لازم خلاص من اليوم ورايح أسوي الرياضة، يعني ما في لا عذر. حتى حر عندما عنده مشكلة، صار له طول البرنامج يشتغل ما شاء الله، عنده حار ما في حار. يعطي العافية. ننتقل حق التقرير اللي عندنا الثاني، اللي هو العلاج الطبيعي. حمل عندنا يمكن تقرير علاج طبيعي، خلنا نشوفه ونرجع مرة ثانية. تشخيص ألام أسفل الظهر أصبح جدا مهم في هذه الأيام، مع زيادة اللايف ستايل والحياة اليومية أصبح ألام الظهر هي أكثر مشكلة نعاني منها وأصعب مشكلة في التشخيص. ليش أو لماذا؟ لأن منطقة أسفل الظهر ومنتصف الظهر مرتبطة بالساقين والحوض، مرتبطة بتوازن الجسم، مرتبطة بشكل القدم أو الفلات فوت، مرتبطة بحالة الرقبة والأكتاف، مرتبطة بالحياة اليومية، فكلها تؤدي إلى آلام في أسفل الظهر، لكن تشخيصها يحتاج إلى وقت وتدقيق ودقة. اللدغة الجافة هي من أفضل الطرق لعلاج العقد العضلية المزمنة، يعني عندنا آلام عضلية أو عقد عضلية موجودة المعروفة عنها وراء الكتف، أو اللي يسمونها بالعامي الغولنج أو هذه. هذه الإبرة الجافة، العلاج بالإبرة الجافة يساعد في علاج مثل هالحالات بشكل سلس، وينشط الأكسجين والدورة الدموية في العضلات. عندنا أيضا من العلاجات الحديثة اللي هو العلاج بالألتراساوند تحت الصفر، هو علاج بالموجات الصوتية بس بتبريد درجات تحت الصفر. في حالة الإصابات الحادة أو الموضعية أو الإصابات اللي تحدث في نفس الوقت، نقدر نتمكن من الإصابة قبل أن تتطور وتتفاقم، والعلاج يأخذ أسبوعين بدل ما يأخذ 4 إلى 6 أسابيع لتأهيل المفاصل. حمد، في تقرير اليوم بنتكلم عن موضوع الإسكان. صحيح أكيد إيمان، مدينة سلمان السكنية أحد أهم النماذج الحديثة للمدن البحرينية، بما تقدمه من خدمات عالية الجولة والتخطيط المميز، واللي استطاع أن يقدم للقاطنين فيه ولزواره أعلى مستويات الخدمة السكنية. مزيد حول هذه المدينة المميزة مع زميلتنا حصة الدوي في التقرير التالي. هي
مدينة سلمان تأتي لتكون أحد النماذج البارزة لمدن مملكة البحرين الحديثة، والمشتملة على مجموعة من الخدمات الإسكانية المميزة والمساحات الخضراء والحدائق والواجهات البحرية، واللي استطاعت من خلال هذه المميزات أن تكون نقطة جذب للزوار والقاطنين بها، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تعزيز النسيج الاجتماعي. والله صراحة بالنسبة للمنطقة جدا جميلة وتصميم رائع جدا جدا، ويعطيك متنفس صراحة، حتى الأصحاب مو أصحاب المنطقة اللي ساكنين فيها بس، المتنفس للخط مال شارع البديع كامل يجون هني، لأن التخطيط واجد ممتاز، يعني يوحي لأنه ممشى وهو شارع في نفس الوقت، والمنطقة جدا جدا يعني جميلة وروعة، يعني كل من جاء يعني انبهر بالمكان صراحة. والله بالنسبة حق المسارات في مدينة سلمان ممتازة جدا، وتعطي يعني تعطينا دافع ان الواحد يعني يركب سيكل او يمارس الرياضة بشكل عام، سواء كان حق اللي يحبون يركبون الدراجات او بالنسبة اللي يمشون. تخطيط ممتاز، وفي عطونا مساحات نقدر نتحرك فيها بكل امان، بعيد عن السيارات، بعيد عن الشوارع. احنا من اوائل من سكننا في مدينة الشمالية مدينة سلمان. بشكل عام المدينة يعني نموذجية بشتى أنواعها، من انفستراكتشر، من المرافق، من البحر، من الفيو، من التنظيم. يعني احنا من سكننا يعني خلينا تصور معين، بس تفاجأنا بشيء أكبر من هاللون. بس الحمد لله أن أي شيء يعني في بالنا راح نسويه موجود في المدينة. عندنا ساحل، عندنا حديقة، ممشى، سياكل، كل هاي موجود فيها الحمد لله. المدينة ما شاء الله حلوة نموذجية، وإن شاء الله بتصير على اللي فهمنا احنا انها بتصير أحلى وأحلى إن شاء الله. أكثر من 3000 وحدة سكنية تم تنفيذها وبنائها في هذه المدينة، بمبادرة هي الأولى من مبادرات الشراكة بين الوزارة مع القطاع الخاص لتنفيذ الوحدات السكنية، ولتستوعب أكثر من 90,000 نسمة من السكان، واللي يجسد التعاون البناء والمشترك بين كافة قطاعات مملكة البحرين لتحقيق الرخاء للمواطن البحريني من خلال تأمين السكن المناسب له. لا ما شاء الله المرافق اللي في مدينة سلمان جدا ممتازة حق الساكنين، وأنا واحدة ساكنة هنا في مدينة سلمان، والأطفال وايد مستمتعين، والبحر هذا يعني حلو إنه هو يخدم المنطقة مدينة سلمان كلها. بالعكس الحكومة ما قصرت، والله يجزاهم ألف خير، وإحنا وايد مستمتعين. اليهال ما شاء الله وايد مستانسين وايد مبسوطين هنا، وكل يوم يعني يقولوا لنا خلنا نروح ماما البحر اللي في الشمالية وخلنا نروح البحر. فالحمد لله وايد مستانسين وايد مستمتعين، المكان وايد نظيف، المكان وايد مرتب، والله يجزاها ألف خير الحكومة البحرين ما قصرت. هي من الأساس يعني مدينة الحمد لله تقدر تقول عنها نموذجية من جميع النواحي، وخصوص النواحي الترفيهية، فهذا الممشى يعني الأغلبية قاعدة تستغله. أنا الحمد لله يعني صار لي الحين تقريبا أكثر من سنة قاعد أمارس الرياضة في هذه المنطقة، فيعني وش أقول لك، صاير يعني الشيء الحمد لله وايد وايد قاعدة تستفيد منه، مو بس أهالي المدينة، حتى أهالي شارع البداية والمناطق المجاورة قاعدة هني كلها تمارس هواياتها وتمارس الرياضات في هاي المنطقة الحمد لله. طبعا مدينة سلمان بصراحة يعني مدينة حديثة وفيها مرافق ما شاء الله، والأشجار والطبيعة هذه يعني صراحة ما تقدر تتكلم يعني تعبر. وبالنسبة حق اللي هو الرياضة يعني اللي أشوفها الحين لحد الآن الأمور يعني جيدة، وإن شاء الله للأفضل إن شاء الله. مدينة سلمان كمدينة بالنسبة للتخطيط، بالنسبة للخدمات اللي متوفرة وموجودة في المدينة، يعني ما شاء الله الحمد لله رب العالمين جدا ممتازة. وقدامكم بعد هاي الواجهة البحرية، يعني من ما يتمنى أن يقعد مقابل هاي الواجهة البحرية الجميلة صراحة. مدينة سلمان الحدث الإسكاني المميز والرائد، يعد مكسب حيوي يضاف إلى المكتسبات اللي حققتها مؤسسات مملكة البحرين في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
للحديث أكثر حول هالموضوع يسعدني أن يكون معنا عبر الهاتف المهندس عبد العزيز الكعبي، مهندس مشاريع أول بوزارة الإسكان. صبحك الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيك. صباح النور، يا هلا فيكم، وصبح على جميع المشاهدين بالخير وحياكم الله. صباح الخير أستاذ. أول شيء، تعتبر مدينة سلمان من المدن النموذجية أو تعرف بمدن المستقبل، لو تحدثنا أكثر وأبرز سمات هذه المدينة. طبعا بالبداية نتوجه بجزيل الشكر لأسرة برنامج ضيف البحرين وزارة شؤون الإعلام على ما تقومون به من دور كبير في تغطية جهود مؤسسات الدولة، وما تقومون به أيضا من دور بارز في بث رسالة التوعية وإبراز إنجازات المواطنين. طبعا احنا سعيدين برصدكم لتطور الحياة في المدينة، مدينة سلمان، وتسليط الضوء على راحة المواطنين فيها. بالنسبة حق مدينة سلمان، فقد تشرفت المدينة بتفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بافتتاحها قبل سنتين، وتم تسميتها على اسم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. طبعا أبرز سمات هذه المدينة أنها مدينة شاملة ومستدامة، واهتمت الحكومة الموقرة ممثلة بوزارة الإسكان وسعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر برفع مستوى جودة الحياة فيها. طبعا يكون ذلك من خلال توفير المساحات الخضراء المفتوحة، الحدائق، الواجهات البحرية، مناطق ألعاب الأطفال، أيضا الملاعب الرياضية، وكل هذا يسهم بلا شك في تعزيز النسيج الاجتماعي وتوفير الاستقرار والرفاهية للمواطنين. أيضا اهتمت الوزارة أيضا بالنواحي البيئية من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة، وأيضا عبر تشجير الشوارع الرئيسية. وطبعا مثل ما شاهدنا تم توفير مسارات خاصة لرياضة المشي والدراجات الهوائية، وكل هذا يسهم في تعزيز ثقافة الرياضة وتحسين صحة المواطنين. وطبعا من السمات أيضا للمدينة أن هي قريبة من مراكز الخدمات الرئيسية، ويوجد بها أيضا نظام نقل متكامل. وما سمعناه اليوم من القاطنين والزوار يؤكد أن ولله الحمد هذه الأهداف تم تحقيقها، ومدينة سلمان تعتبر من المدن الإسكانية الحديثة اللي تأتي في إطار الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة 2030. وطبعاً اللي نص على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة. جميل، يعني كل هذه الخدمات متوفرة وأكيد جهود تشكرون عليها وجهود مبذولة، لكن خلينا نتكلم كل هذه المنجزات الإسكانية تتماشى مع برنامج الحكومة، لو كلمتنا أكثر عن مدى التزام الوزارة بخطط وسير البرنامج في ضوء عملكم الإسكاني المتواصل. طبعا هذه المدينة هي جزء من حزمة مشاريع إسكانية تخدم آلاف المواطنين، وتتميز بخصائص وسمات طبعا تحدثنا عنها. بالنسبة حق برنامج الحكومة، فلله الحمد وزارة الإسكان تسير على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف مرسومة لبناء مشاريع وتوفير خدمات إسكانية مختلفة للمواطنين بوتيرة أسرع وبوقت انتظار أقل. والتزاما تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40,000 وحدة سكنية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحسين جودة معيشتهم. ومدينة سلمان هي تعد من المشاريع الإسكانية اللي تقوم بها الوزارة في توزيعها في إطار برنامج زمني تنفيذا لصاحب لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد، توزيع 5,000 وحدة سكنية تكون موزعة على مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في محافظة المملكة. طبعا هذا الأمر كذلك يسري على جميع المدن والمشاريع الإسكانية في مملكة البحرين. طبعا المهندس عبد العزيز الكعبي، مهندس مشاريع أول بوزارة الإسكان، كل الشكر لك على المداخلة. شكرا لك. يعني ما شاء الله نلاحظ ان جهود كبيره يقومون فيها وزاره الاسكان في هالجانب، مثل ما شفنا في التقرير نفس ما تفضل المهندس وشرح لنا بالتفصيل انهم حريصين دائما على توفير كل جهود جباره ايمان في الفتره الاخيره، يعني نشوف تطور وايد كبير في هذا المجال،
ننتقل الى موضوعنا الثاني هو شلون كنتي وانت صغيره في موضوع عنف الاطفال؟ والله اتوقع يعني انا ما مريت في هالموضوع اكثر، يمكن في المدرسه مرات مدلعينك لا مرات يمكن في المدرسه كان في بعض الاطفال عنيفين، لكن اليوم اكيد بنتكلم اكثر وبناخذ تفاصيل اكثر اكيد مع ضيفتنا اللي منورتنا اليوم. يا هلا ومرحبا فيك استاذه خديجه العويناتي، اخصائيه نفسيه، رحب فيك في صيف البحرين. اهلا وسهلا فيكم، صباحكم الله بالخير والسرور. صباحك الله بالنور والسرور. اليوم موضوعنا شيق، موضوعنا العنف عند الاطفال ونفسيه الاطفال بالتحديد بشكل عام. خلينا نتكلم بشكل عام، الطفل لما نقول الطفل عنيف او الطفل عنيد، شنو المقصود بالطفل العنيف؟ متى نقول ان هذا الطفل عنيف؟ اي نعم، الطفل العنيف هو اللي يقوم بسلوكيات الهدف منها ايذاء الغير، وهذا الايذاء يكون خارج عن المألوف، يعني نحس فيه شويه اجرام، ان مثلا الام او المعلم في المدرسه يقول شلون هذا الطفل بهذا العمر جرأ انه يؤذي غيره بهذه الطريقه وبهذه يعني نقول دمويه، قد تكون يستخدم فيها احيانا اسلحه او ادوات حاده تؤذي جسد الشخص اللي امامه، فهني نقول هذا يعتبر عنيف. طب شلون يعني نقيم او نشوف شلون يعني في بعض الاطفال ان ما صار لهم عنف وهم صغار، بس لما كبر قام يواجه هذه الموضوع، فشلون ليش قاعد يصير هذا الشيء؟ احنا نقول العنف يكتسبه الطفل، طبعا هو مكتسب، ما في طفل يولد وهو عنيف، يتم اكتساب العنف او سلوك العنف من خلال وسائل متعدده، مثل ما ذكرت ان احيانا البيئه تكون امنه وسليمه ومطمئنه اللي عاش فيها الطفل، ما واجه فيها اي عنف من قبل الوالدين، الاسره او حتى في المدرسه، لكن نتفاجئ انه يكبر شويه تظهر عليه سلوكيات عنيفه. هذه غالبا نرجعها الى وسائل الاعلام المختلفه، نشوف ان احنا البرامج التي تعرض على الاطفال العنف فيها ومستوى العنف فيها عالي مرتين زياده عن العنف اللي يعرض الى برامج الكبار. متخيلين يعني احنا نقول كبار اللي يحكمون عقلهم وممكن يوازنون بين الامور الصحيحه والخاطئه اكثر من الاطفال، العنف اللي يعرض لهم اقل من العنف اللي يعرض في برامج الاطفال، سواء في الرسوم المتحركة، الأفلام المخصصة لهم، أو حتى الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو. فبالتالي نقول إنهم اكتسبوا سلوك العنف من خلال المشاهد اللي يشوفونها في الوسائل الإعلامية. عشان كذا إحنا دائما نقول حق أولياء الأمور حاسبوا على الألعاب اللي ينزلونها عيالكم، حاسبوا على البرامج اللي يشوفونها. يعني واليوم كل طفل صار عنده تلفون، اليوم كل طفل صار عنده جهاز ذكي إنه هو يستخدمه بشكل يومي. أستاذة ودي أسألك أكثر بالنسبة حق الأطفال، في بعض الأطفال ما تشوفينه عنيف بس يكون عنيف مع بعض الأشخاص، فشو من ولي الأمر يعرف ليش سبب العنف مع بعض الأشخاص فقط؟ يمكن ما يكون عنيف في البيت، ما يكون عنيف في المدرسة، بس يكون مع مثلا عيال خالته ولا يكون مع أحد من أهله. لما يكون العنف موجه إلى أشخاص محددين دون غيرهم، هني ممكن يرجع إلى أسباب نفسية تتعلق بالطفل، مثل الغيرة، يكون يعني شاعر أن هذا الطفل مميز في البيئة اللي عايش فيها، سواء العائلة أو حتى في المعلم مثلا يميز هذا الطالب، فهو من شعور الغيرة داخله ممكن أنه يكون عنيف مع هذا الشخص. أو أحيانا يكون معرض من قبل اللي هو الأهل إلى أن مقارنة، يقارنون بينه وبين تشوف ولد خالتك، تشوف ولد عمتك أحسن منك كذي في البيت مو قدام هذا الطفل، فهذا الطفل الثاني يتفاجئ ايش في عليه، ليش صح ليش متغير، ليش عنيف، ليش عنيف معي، هو ما يدر انه في البيت ممكن صاير فيه مقارنه بينه وبين الطفل. ممكن احيانا غضب عند الطفل ما له علاقه بالطفل الاخر او الشخص الاخر اللي قاعد يكون عنيف معاه، هو اوريدي عنده مشاعر غضب ولكن يطلعها على هذا لانه يستضعفه، يشوف انه هو اصغر منه مثلا، او القوه نوع البدنيه، نوع التنمر يعني، ايوه ان القوه البدنيه عنده اضعف فهو يطلع حرته فيه، ما يقدر لانه يواجه الشخص الحقيقي اللي اغضبه، فيواجه شخص ثاني يكون اقل منه قوه. شلون نقدر نتعامل مع الجانب الاخر يعني للطفل اللي يتعرض للعنف؟ شلون نتعامل معه وقت صيد هذا الموضوع؟ اي نعم، وايد في طبعا الامثله يعني في المجتمع. فعلا هو الطفل الضحيه اللي يكون ضحيه العنف، عنف الاطفال الاخرين.
هني احنا دائما نركز على زيادة الثقة بالنفس عند هذا الطفل، الثقة من ناحية الحديث والثقة من ناحية المواجهة. الحديث انه يعبر عن العنف اللي يتعرض له، ما يكون يعني يخشنا من درجة الخوف اللي عنده يخشنا قاعد يتعرض الى العنف من شخص معين. وثاني شيء ان احنا نعطيه الثقة البدنية، نوديه اماكن تخليه يتعلم شلون اساسيات الدفاع عن النفس، فهذه كلها راح تكسب الثقة انه يدافع عن نفسه ويواجه العنف اللي يتعرض له في أي مكان من الأمكان. يعني أستاذة ساعات أولياء الأمور لما يدرون مثلا عندهم ولد عنيف يقولون هو يعني مضغوط، أو مثلا هو مثلا شايف أحد، شايف مسلسل، شنو السلوكيات يحطون لأعذار، فشنو السلوكيات اللي لازم يسوونها أولياء الأمور في هالجانب؟ يعني يقول لك ساعات الأم تقول خلاص أنا بخليه ليكبر، يعني بيروح من بتروح منها الصفة، بس مو المفروض يروحون حق أخصائيين عشان يعرفون طريقة التعامل مع هذا الأبن اللي يكون عنيف ممكن يأثر عليه سلبا في المستقبل؟ 100% كلامك صح. اي مشكله نفسيه سواء العنف او غيرها السكوت عنها ما في شيء ينحل بروحه، ما في شيء يتعالج بروحه، لابد انه يكون في مراقبه من الاهل، محاولات من قبلهم، اذا ما قدروا انهم يسيطروا على الموضوع يلجؤون الى المختصين، هذا الشيء طبيعي وعادي وما في اي عيب. العيب ان انت تتركه وتخليه يزيد المشكلة عنده، وبالتالي يكون ضحية ولي أمر ما التفت إلى هذه المشكلة وعالجها. فأهم الطرق اللي ممكن أولياء الأمور يتبعونها علشان يقللون من العنف عند أطفالهم، خاصة إذا لاحظوا إشارات، والإشارات غالباً تظهر يعني صح تكون باينة، باينة يمكن ما قاعد يطبق في البيت، ولكن ألفاظ صح ممكن يشوفونه شاد عضلاته، عص على أسنانه، فكل هذا يدل أنه هو ممكن يفرغ هذا العنف خارج المنزل أو مع مرور السنوات. فأول طريقة الحوار والمناقشة مع الطفل، محاولة معرفة أسباب الغضب اللي عنده وبالتالي لجوءه إلى العنف، توفير وسائل وأساليب للتنفيس عن الغضب. هو الطفل يقول أنا ما عندي طريقة أعبر فيها عن الغضب غير أني مثلاً أطق اللي قدامي أو أأذيه، أرمي عليه شيء يجرحه. لا، أنت ممكن تعبر عن أساليب الغضب اللي عندك بطرق أسلم، بطرق ما تأذيك ولا تأذي اللي أمامك. فهي كلها إذا توفرت بيئة أسرية تشجع على الحوار والمناقشة صح، بدون لوم، بدون نقول مقارنة بدون لهوة، تسكيت بعد سكته، اسكت بالي خلقك، ما عندي وقت، ما عليه روح، لازم يخلون الطفل يعبر عن نفسه. أحسنتي 100%، هذه الأساليب اللي ممكن يلجأون لها. حق أولياء الأمور اللي يتابعونا الحين اللي عنده أكثر من طفل، يعني ممكن أنت الطفل عندك عنيف والثاني يكون لا مغلوب سالم، فشلون نقدر أن احنا نبتدي أن نتعامل معهم؟ أولا لازم أنهم يعطون كل طفل حقه، ما يركزون على طفل دون آخر. إحنا غالبا نشوف الطفل اللي مسبب مشاكل التركيز عليه أكثر، والطفل المسالم الهادئ الحليو ما حد يعطيه وجه. فهني شنو يخلي عنده بعد نوع من الغضب الداخلي اللي يمكن يفرغه على نفسه، فيصير عنيف مع نفسه. فأنتم متخيلين يعني أنا أأذي نفسي، اكل في روحي لانه ما حد قاعد يسمعني وما في الوقت اللي قاعدين انه يهتموا فيني ويعطون، فيشوف اصلا العنف شيء جميل، شيء ايجابي، وهدوء هو الشيء السلبي. فمطلوب من الاهل انهم المساواه في الوقت والاهتمام وتوفير سبل الرعايه الى الاطفال جميعا، يعني كان سواء يظهر صفات ايجابيه او يظهر صفات سلبيه. ثاني شيء احنا لابد ان نوضح الخطأ في كل سلوك وشنو الإيجابي في كل سلوك. يعني احنا حتى الطفل العنيف ممكن نوجه سلوكه بطريقة صحيحة تخليه يعني يستخدم هذا الطاقة وهذه القوة اللي نحسها في جانب إيجابي وجانب يعني يكون حسن، ان انت مثلا هذه القوة تستخدم في رعاية أخيك الصغير أو رعاية أختك، الحفاظ عليها، ولكن بطريقة لا تسبب أي مثل مشاكل ما نقول أو مشاكل أو أذى. حلو، يعني إحنا دائما نقول سمعوا عيالكم بالضبط، قعدوا معاهم عشان ما يوصلون لهالمرحلة، صح، عطوهم الوقت. يعني في ناس ما في وقت، العصا سيدة ما في أي وقت. لا إن شاء الله ما يلجؤون حق هالحال.
الأخصائية النفسية خديجة العويناتي، شكرا جزيلا لك في على حضورك اليوم. شكرا لك على هالمعلومات، يعطيك العافية. الله يعافيكم. مشاهدينا نطلع فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقرات حلقة الأربعاء من برنامجكم الصباحي صيف البحرين. رجعنا لكم من بعد الفاصل. ضيفتنا لليوم تنوعت في العطاء، في العطاء التربوي، طبعا تربوية لمدة 21 سنة واستشارية للسعادة والإيجابية. رسامة كاركاتير ألهمتها جائحة كورونا على رسم 100 رسمة، بالإضافة إلى العديد من المساهمات الكبيرة في مجالات مختلفة. معانا اليوم الأستاذة هاجر الفضالة، مدربة معتمدة استشارية سعادة وجودة حياة ورسامة كاركاتير. صباحك الله بالخير، يا هلا مرحبا فيك. صباح السعادة والإيجابية، الكود مالي اللي دائما أقولها. صباح السعادة والإيجابية، أكيد احنا اليوم سعيدين. صحيح، في شيء غير اليوم. في ايه اليوم في شيء غير. بس اخذتي الالوان اللي يعني ما ادري. انا المفروض اخذ الوردي. شيرنج قالت شيرنج خلاص. شيرنج بعد يلا بعد الحين ما في شيرنج وياكم. سويت ابعاد اجتماعي. تبعد اجتماعي. طبعا اول شيء هاجر، كونك من مؤسسين مبادرة عشان ديرتك ابدع من بيتك، اول شيء شلون لقيت صدى من الجمهور؟ ما شاء الله كان صداها جدا قوي، بدليل الأفراد اللي انضموا لنا مؤخرا. هي مبادرة تضم مدربين اختصاصيين تربويين ليس من البحرين فقط، حتى من الخليج العربي. فما شاء الله الأعداد قاعدة تتزايد، بدينا بتسعة فأحنا ما شاء الله وصلنا للعشرينات، بنوصل للثلاثينات والطلب زايد علينا. كنتم متوقعين هذه الرد الفعل؟ لا والله، يعني احنا بدينا الفكرة، وأوجه تحية للزميل أستاذ سمير نور الدين، هو صاحب الفكرة، هو اللي لمنا كلنا، وبعدين كل واحد راح يطلع الإبداعات مالته في جوانب مختلفة. هي بدأت بفيديو تشجيعي تحفيزي، أنه ترى احنا قاعدين في البيت ونقدر نستثمر أوقاتنا بأحسن شيء ممكن، وبعدين كل واحد أبدع في مجاله. فصار لنا لايفات أسبوعية، كل واحد في حساب الانستغرام، ناس في اليوتيوب. فمثلا أنا على رسم الكاركاتير، في معنا ناس القراء اللي يلخصون الكتب، في اللي يسوون لقاءات مع مختصين، ففي جوانب عديدة، كلن في مجال، كلن يلعب في ملعبة. حلو، يعني أستاذة هاجر احنا نعرف ان رسمتي 100 رسمة مع خلال هذه الأزمة، شنو اللي تطمحين له خلال الفترة الجاية؟ والله أنا مقتنعة أن الرسم والرسمة توصل الفكرة أكثر من 100 كلمة في مقال. وأحب أن تكون رسومات إيجابية، أنا بسنا سلبية بسنا جمود، خلي شوي نصير أكتب وصير عندنا طاقة إيجابية. فأنا قاعدة أحاول أنقل هذه برسوماتي. فالمئة رسمة سويتها مو كلها تخويفية وسلبية، لا، عن كورونا توعوية وإيجابية. حلو جميل، إحنا اليوم متحمسين. أنا عندي لوراقي، خلي نسوي. شنو بسوي اليوم معك أستاذة؟ اليوم راح نرسم شخصية كرتونية أكيد تعرفونها، اللي هي غارفيلد، القطو الكسلان البرتقالي اللي يعرفونه جيل الطيبين وجيل والجيل النقد والجيل النقد بعد. فاحنا بنبتدي اول شيء بالقلم الاسود. القلم الاسود وهذا حق التلوين بعدين. حلو، انزين فنبتدي اطبق انا اللايف مالي مال الانستغرام مال يوم الاحد. انزين بنبتدي نرسمه، بنسوي اول شيء الانف ماله، راح بسوي نفس الهضبه الصغيره او الزر. شلون الهضبه الصغيره؟ اي اوكي، هاي صغيرة وايد. لا تبان على حجم تضخم. زين في اوراق ترى وايد. انزين وبعدين راح بسوي حمرويكم، بسوي خط بالطول. هاي نرسم الخشم صح الحين؟ اي احنا سوينا الان، فاحنا هاي اللي فوق حبيت تشوفها شنو بتطلع. بنسوي خط بالعرض افقي بس مو من النص، لا بجيب شوي تحت بسويه بهالشكل. اوكي زين، الحين باي عند الزاوية اللي هني القاعدة هذه، فروح بايبها فوق كأنها قوس. انسكها يعني. انسكها على شكل قوس، ما يكون فيها زاوية حادة. ونفس الشيء حق الجهة الثانية. طلاب ممتازين. شفتي شلون؟ زين أنت معلمة ممتازة. ما شاء الله يعني. هي دقيقة. هي حادة. هي حلوة بس حادة. زين وهذه نفس الفكرة راح بوصل اللي فوق، فراح بسويها بعد لي فوق وبتكون كذي. حلو. نص دائرة يعني. وهني برد أصك الجهة الثانية. زين عرفتوا هاي شنو اللي سويناه الحين؟ لا صراحة الحجاب أنا ما طلع. لا الحين بتشوفون اللي سويت هني الدائرة وهني دائرة، تستنتجون شنو هذي؟ أوه عيونه؟ عيون. صح بالضبط. زعلان بعد. للحين ما طلعت ملامح حلوة. للحين ما زعل. هذه الأنف وهاي البؤبؤ وهذه الجفون مالته. أوكي. أوكي. إنزين الحين باي تحت من النص هني.
وبسوي قوس هني وبكرره في الناحيه الثانيه. لا انا سويتها غلط. لا لا عدل ما صدق. اي سويتها غلط. انا ليش زعلان صاير؟ ليه انت صمنا هو زعلان؟ لا ما خلصنا. انزين باي هني بسوي قوس صغير ونفس الشيء الجهه الثانيه. اوكي حل ترك ان انا بوصل من هني لهذه فتشوفوها شلون بتكون حلوه. اوكي واكرر في الجهه الثانيه بعد. ها الحين مصمم انه هو زعلان؟ الحين زعلان. هاي الشنب من الصبح المفروض يعني مستانس. لا الحين بتشوفون انت سويتيني الفتشه يعني ما علي. انزين الحين باي هني القوس في النص راح اسوي كذي. شنو ذي قوس؟ يعني كانها نص دائره. اي واحده هني وواحده هني. اوكي وبوصل بينهم. حلو. لا لا انا ممتاز ممتازين اثنينكم ممتازين. زين الحين ايش بسوي؟ باي فوق هني زين بسوي رقم 7 لاصق في العين هني 7. انا نزلت شيء من عندي هني مسوي روحي فنانه كنتور مسوي شادو شيء يمكن شو اسمه رموش ما علي. زين وباي هني بسكه ونازله. والله الرسم اسهل جديد. شفت شلون؟ اي رسم مع شخص. هذه هدفي انا كل احد اللوج مالي اني اراويهم اساسيات. يعني عمري ما عرفت ارسم بس يعني اذا كذي لا كل واحد ترى يعرف يرسم معلومه يعني صح. كل عنده بس بالممارسه. انزين السبع اللي سويتها تحت ورد اساوي 7 ثانيه فوق. فوق. في الفراغ بسوي 7 ثانيه. اوكي؟ وباي بصكها هني وبصكها هني. اوكي. ممتازين. يبي الكام ستار وهبي فيه. زين وهني بسوي 3 خطوط لان نعرف القطو في اذنه شعر صح. شوي. الحين باي النص اللي هني وبواصله تحت بس خلينا نشوف شلون بواصله. ما بسوي دائره بسوي كأنه نفس البيضاوي. شوفوا شلون. اوكي نحط نقطه عشان كتحديد المسار. ممتاز. الحين برد اسوي هني الثانيه بعد نفس الفكره. مسكين وجهه اخترب معاي. لا لا حلو بالممارسه بيصير بعد احلى. هو نعرفنا لونه برتقالي وفي اسود صح. فهني بنسوي له خطوط خلينا نقول 3 خطوط عشان تمويه بعدين وقت اللون. اي عشان يبين انه في تمويه نفس ما قلتي 3 خطوط. اوكي وتحت بعد 3 خطوط. اي فوق وتحت. قاعد اغش انا. لا تغش لا تغش. بعد لا والله حلوه صارت الرسمه وايد حلوه. انزين تبون تكملونها تحت؟ اي خلينا نشوف وين بنوصل. هو يحب ياكل صح؟ فانا بسوي هنا مستطيل وتحته مستطيل صغير عشان اسوي شنو؟ المق ماله. اه اوكي مستطيل. اي وتحت مستطيل صغير. اوكي مثل ما سكت. اي شي وفوق هني بسوي القوس عشان يبين كانه المق ماله من فوق. زين وهني بحط اصابعه اللي هو ماسكه. شوف شلون؟ بشكل بيضاوي هيك 1 2 3. والله حبيت اول مره اعرف ان الاصابع تنرسم كذي بالبيضاوي جديده ذي. هاي سهله حق لا حتى ما في حدود ما في زاوية قائمه صح عندي صح. اي لان ذاك يحدد الشيء الرسميه اكثر. زين اليد الثانيه بسوي الاصابع بعد نفس الشيء. شوفها بسويها كذي. هاي واحده هاي ثنتين وهذه الصبع فوق نفس اللي تياخذون شيء كذي. سووها هاللون. هذه 1 اي والثانية يمنا والثالث على فوق شذي. ايه زين هيش بسوي؟ بسوي انه هو ماسك انا قطعة دونت. زين وراح بايبها كذي كاهية. اوكي عجبكم الموضوع صح؟ وايد حلو. زين وهني في هذه الكريمة اللي فوقها. اشتهيتوا الدونت الحين؟ والله انا احب الدونت ودي بدونت الحين. مسكين. وصل الله شوف عليك. حبيبتي. زين وهني اسوي هذه عشان الدونتاية من النص صح. شنو هي؟ دونت. زين الحين اوصل هني وهني عشان ابتدي اسوي الجسم. اوكي كذي. اي ونفس الشيء الجهه الثانيه. اوكي هني بسوي خط وهني خط انه كانهم اليدين. اليدين كذي. خط وخط ذي. اي اوكي زين ولا متابعين. الحين باي بسوي الجسم اللي هو دبدوب فراح اسوي كذي 1. ما يصير نسوي دايت. لا ما يصير. الحين ما سوى تكميم. الحين ما سوى تكميم. المره الجايه قوس. اي زين وهني نفس الشيء بعد.
سهل بالنسبة لك أستاذة أن حتى الأطفال لما يأخذون هذه الخطوات يسوونها؟ أنا متابعيني ما كان قصدي أن أسويهم أطفال بس كلهم أطفال صدق عشان يمكن يكون سهل عليهم أتوقع إن شاء الله أقول لهم طرشوا لي على الخاص لأن في شهادات أنا لأن أسوي البوس أسوي شهادة نفس الثيم حلو فقلت لهم اللي بيطرش بيكون ملون لا شهادة كل من أكمل اللايف هنا عقب ساعة كلهم طرشين متحمسين فأكتب أسامي على الشهادات وأطرشها لهم نسبة الإتقان عندهم رائعة ما شاء الله يعني حتى أغلط في رسمة يعني خط زايد بس ما أقول أنا غلط يسوونه بالضبط ما شاء الله إذا سوينا الجسم الحين نسوي الريل شو أسوي أسوي خطين عاد أنا وصلت لنهاية الصفحة بس يلا خلها صير شوي فوق إنزين خذني الحماس إنزين وبعدين أوصل هني تقدر تسوي هذا تحت يبيها على فوق شوي الورقة لا كأنها تكملتها في الصفحة اللي تحت إيه بعد شوي وديها فوق إيه أوكي شلون هاي الخدع هاي خدع نفس الشيء هني بعد تقدر يعني أقدر أسوي كذي إيه إذا الحين الكرتون دائما يسوون غير كبيرة صح فراح أسويها كذي وهني نفس الشيء أوكي الحين مجرد أوصل هني بينهم لا انا خلاص انا رسامه كبيره ما تنحط في البوي الرسام حمد والرسامه ايمان شفتي شلون يلا نسوي الخطوط اللي هني عشان ممكن اللي هو مخطط زين كملت الرسمه كملت لا لا بقى هني صح لا في قطو من غير ذيل صح زين فاسوي من تحت هني شي خط اوكي ايه وأجيبه هني. عجبك الموضوع؟ ما شاء الله عليك إيمان صراحة شوف رسمتك. شفت شلون؟ حتى أنت بعد حلوة. أنا ما أحس. أنت فيها يعني تضخمات يعني. في السن. لأنك اخترت القلم الغلط هي قالت لك اخترت شفت شلون؟ أنا سكت. بس خلينا نشوف التغيير. إيه صح يعني هاي تبين أوضح ترى من بعيد بعد. إيه صح لا لا برافو عليك. إيه ونفس الشيء نحط الخطوط هني في الذيل على كيفكم. اي وهني بسوي خطين عشان احط الاصابع ممتازين صراحه والله تلاميذ مجتهدين لونها لون الوجه على الاقل يلا في وقت بس خل اتاكد من الكنترول اذا في وقت ولا لا اذا ما في وقت بنكتب الاسم بس يلا نكتب الاسم نكتب الاسم زين عيال اخذوا اي واحد من القلامه اللي عندكم اي لون تحبونه زين وبنكتب اسمه طريقة كرتونية إذا تروحون الورقة الثانية أحسن عشان يصير لكم مكان يعني إذا أنتم حابين زين فراح أكتب اسمه أنا رسمتي على ورقتين لأن ما شاء الله طويل يعني نفس هو إنزين يلا نبتدي شلون أوكي الجي الحين لما صار القلم خدت الغلط بعد يلا غلط بس يلا لا أوكي أزعد ليها اللي هذه الكرسي مالها كذي بعيد يصير إيه ما حد يشوف المشاهدين كلهم نسويها مع ما حد يشوف ما حد يشوف بس كل البحرينيين زين كل البحرينيين نجي باي نسوي القوس القوس زين واي هني شكل هذه الدونت الحين هذه عاد صعبه كمليها هني ايه عقب سوي هاي القوس اللي هني لا نستسلم صراحه ليش اكو حلوه كذي ايه سويت اي نسوي تكميم زين والحين بحط الاي الايه اوكي زين بسوي القوس اللي تحت زين اوكي وقار الحين الار وبعدين هذه والقوس يصير كملي صكي تحت زين وبسوي الاف اي شاطره اوكي الاي مستطيل فوق الدائره وبعدين الاي حرف الاي المفروض اعرفه بما انه هو حرفي كان المفروض اي تفننين فيه الحين الام الام ال ما في ال ال اوكي جارفيلد الحين الدي اوكي لا والله انا فنانه خلاص كل واحد فينا فنان بطريقته والله كان ودي الصراحه نسوي اشياء بس لضيق الوقت
ان شاء الله. انا اهم شيء ان انتم استمتعتوا جدا استمتعنا بالموضوع. يعني انا توقعت انه دائما الرسم صعب، هي موهبه فعلا بس الواحد ممكن الممارسه ممكن انك تتطور. اتوقع في اي مجال لازم تتعب شويه بالممارسه. اتوقع وصلنا وكلنا نعرف نرسم بس بالممارسه. كل ما مارسنا كل ما سوينا يعني طلعت مهاراتنا اكثر. والفن هاي فن الكاريكاتير والكرتون ترى قديم مو بحديث. صح يعني صح. من زمان من عصر الحجري ما كانوا في الكهوف يكتبوا يرسمون رسومات على الكهف من داخل على بشكل إيه. فهذه فن وهي اساسها كلمه ايطاليه معناها كير كار كير يعني انه ضخم الشيء الان في الاذن لهذه يعني اسمه انا ضخمت كل واحد فينا ضخم بطريقه يعني انا شويه مو بوايد شاطره بس اوكي. لا اشوف لا جميلة جدا كل شخصيات مختلفة كل شخصية مختلفة بس صدقين استاذة انا حسيت بالرسم انت فعلا جبتي لنا ايجابية اليوم بالاستديو وغيرتي لنا جو الروتين تغير عندنا. فاكيد نشكر تواجدك وحضورك استاذة هاجر الفضالة مدربة معتمدة استشارية سعادة وجودة حياة ورسامة كاركاتير واكيد تنشرين هذه الطاقة الايجابية. الحمد لله انت نشرتها عندكم ويسعدني هذا الشيء. شكرا لوجودك. تسلم يعطيكم العافية. مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات. مشاهدينا اليوم معانا فنان كبير من الزمن الجميل، عمل مع فرق بحرينية كثيرة، فنان له باع طويل في المجال الفني الموسيقي. نرحب ضيفنا المايسترو يوسف لوري. نرحب فيك اليوم حبيبي. من البدايه سيدي احلى ترحيب. على خير اول شيء تصبحون على خير. صباحكم الله معنا. نصبح على خير مع الميوزك يمكن نرقص تعود كلها في الليل سهر فيها. المهم نتشرف فيكم ان شاء الله. سمعنا اول شيء قبل ان قبل ان نشوف الامور التاريخيه. ما شاء الله تاريخ ايمان اكيد تاريخ كبير غني على التعريف. ما معاكم خبر زين ويا رسول السلام ولا تخيل ظنوني وبسألك عن البحرين كيف المنام وعادهم يذكروني وقل لهم يا مسافر اني بالليل سهر قل لهم يا مسافر اني بالليل سهر ما اضم الذي حد بيتهم يكرهوني لا ولا يظلمون. حبيبي ترى ماني مغني عازف انا عارف بس احاول اغني لك. الله عليك. الله هذه احلى صباح. انا صراحه ما ودي اسال ودي اقول لك اللقاء كله اعزف لنا وغني وسمعنا لكن اكيد وجودك اليوم اضافه كبيره للبرنامج واحنا ودنا نتكلم اكثر عن بدايتك يمكن في المجال الموسيقي. ومثل ما نعرف ان انت اشتغلت مع فرق كثيره منها فرقه نجوم الخليج وفرقه الكواكب صح. كلمنا عن هذا التعاون اللي صار بينك وبين الفرق. طبعا مجال الفني اول ما ابتديت طبعا في المدرسه كنت صغير وفي المدرسه درست الموسيقى مو الموسيقى درست كنوت هذه بس كواحد موهبه عندي. فكونت الفرقه في سنه 83 فصغير ترى ما عليك عمري كان 14 سنه وانا في الفن ترى دائما كذي المواهب تبتدي عمر صغير. فاحنا عشنا زمن الجميل يعني زمن تعبنا في الفن مو مثل الحين طبعا الفن كل شيء تكنولوجيا سهل الامور من ناحيه العزف توزيع غناء تعديل الصوت في الاستديو. فعلى ايامنا احنا كنا نتعب يعني لما واحد يعزف او في سنه 85 لما واحد يكون عازف او يغني يعتبر هاي دكتور صح ولا يعتبر فنان مايسترو لان هذه تعلم موهبه لا مدرسه ولا ذي ولا شيء في اي فن كان حتى الفن كان فن مثل نقول فن البجري ولا بحري او اي فن شلون هذه تعلم فن هذه موهبه من عنده يعني ما كنا نعرف شيء اسمه مغامات اسمه كوردات اسمه توزيع اسمه ذي بس كل واحد من عنده. فانا في 84 كونت فرقه الكواكب
من مؤسسين الفرقة أنا طبعًا أنا وأخ قلم. فمثلاً كنا في وقت الصيف المدرسة لما تسكر في أمور صيفية يسوون برامج لنا. فتعرفت على الأخ قلم. فأنا كنت وحيد اللي كنت أعزف الأكورديون في الموسيقى طبعًا ولي فكرة خبرة في الموسيقى شوي. فتعمل نطقطق في البيت. ما تم معون ما تم درام ما تم معون كل الأدوات استعملتوها استخدمنا ذيك الأيام طبعا لا في درامات ولا في مثلا إيقاعات ولا في أي شيء موسيقي يعني وصعب واحد لما يوصل يشتري له الآلة هذه صح. مثلا فصعب ما نعرف احنا وين نشتري الآلة فتعرف واحد ما يود له قوطي مال آيل حط له حط له حطبه وحط له خيط مال مدار بس طقطق أي شيء أهم شيء يطلع شيء يطلع صوت فبرنامج يعني برنامج حلو كان ففي 85 كوننا الفرقة يوانا الشباب ما يعرفون يعزفون فأنا الوحيد اللي كنت موسيقي فيهم يعني فواحد ميود له جيتار واحد ميود شرن الدرام بعشرين دينار فالأخ قلوم تعلم درام وأنا أعلم هذه فكوننا الفرقة من 5 أعضاء طبعا أنا وقلوم وحبيب وفيصل وأحمد بناي وعبد الله أنصاري في 85 كونت الفرقة هذه فتمنى فأنا الوحيد كنت اللي أعرف الكوردات وأعرف الموسيقى كنت أسمع الأغنية في شريط نحاول ننفذ نفس الشريط اللي كانوا يقدمونه يعني الأغنية كانت بالسمع يعني بالسمع أسمع الكوردات أسمع الموسيقى أعزفها أوزع على الشباب فأقول حق عازف البيس أو الجيتار أنت أودي هاي الكوردات هاي مثلا أوزع الكوردات أعتبر أنا الموزع فموزع الأساس في بعض الفنانين يقدر هو مثلا يسمع الأغنية يطلع الكوردات الأغنية ويعزف الطريقة في بعضهم لا الفنان يعني أهم شيء يكون عندك أذون سماعية ويكون عندك وزن تكون أذنك موسيقية فإذا ما عندك أذون موسيقية لو إن شاء الله تدرس شنو تدرس ما راح توصل فهذه شيء موهبة تطلع منها احنا دائما نقول الموهبة تدعم بالدراسة طبعاً يعني مو تقريبا 90% من الفنانين البحرينيين ما شاء الله كله بالسمع صح طبعا في اللي دارسين صح ولكن بالسمع اكيد هذه شيء اكيد اكيد يعني احترامي قلت كلمة استاذ انت وانت تتكلم قلت موضوع المايسترو من وين ياد كلمة المايسترو ولقبوك فيها عقب طبعا موضوع المايسترو دي ما مو بانا سميت روحي مايسترو طبعا انا من عقب ما تركت الفن دشيت في مجال البزنس وطبعا كنت استاجر مطاعم درجه اولى كنت انا صاحب الحلال يعني صاحب البزنس وكنت اجيب الفنانين البحرينيين وفنانين من العراق ومن جميع انحاء الدول فيقدمون الفن فانا لما انزل على الاورج اعزف معاهم يشوفون شغلي غير مع العازف اللي موجود طبعا مثل ما قلت لك العازف لازم يكون عندك إحساس صح إذا ما عندك إحساس فالكل يقدر يعزف بس شلون تخلي الفنان يحس فيك تعطيه حق يعني عرفت ولا فليما أنا أعزف معهم يقول أنت مايسترو يسموني المايسترو مايسترو طبعا كلمة مايسترو مو لازم إنسان يعني حسب أنا ما أنظر أن إنسان يكون دارس ولا يكون عندك شهادة لا ساعة التلميذ مايسترو في مجاله التلميذ يطلع الأول على المدرس ترى صح ممكن فياما ناس دارسين وعندهم شهادات بس في ناس مو دارسين لكن يقدر يضيع في الموسيقى في 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 التكتيك في كل شيء في موهبة في موهبة إيه يعني عندنا فنانين هني بحرينيين ما شاء الله موهوبين لكن مو دارسين لما تقعد وياه تشوف مدرسة عالم في الموسيقى عالم نسمع توقع والله أنا ودي أسألك بس بعد ودي أسمع شيء فشنو بتعزف لنا شنو بتسمعنا الحين الحين ف مسوي أغنية طبعاً أنا عن البحرين أغنية وطنية طبعاً هذه أغنية أنا ماني كاتب ولا شاعر طبعاً ألحن بس من كثر حبي أهم شيء من القلب وخلاص من القلب يعني هاي أهم شيء قلب قلب فمسوي أغنية على البحرين فهي أمي طبعاً البحرين طبعاً والدي متوفي أنا دخلت الكلام على والدي الله يرحمه في البحرين ولاقت وايد يعني وهي أمي الثانية تعتبر هذه يعني هذه الأغنية بالذات لاقت وايد في السوشيال ميديا الله يخليك طبعا كلام خفيف بحريني وقدمناه لسمو الشيخ ناصر للمكتب سمو الشيخ ناصر إن شاء الله نطلب الدعم منه لهذه الأغنية بيكون مجموعة من الفنانين يقدمونها الأغنية في أغنية وايد حلوة ومن كلام بحريني خفيف فإن شاء الله نسمعكم وتعطونا رأيكم في الكلام بعد إن شاء الله حبيبي هي أمي وهي روحي هي عمري ونظر عيني وموت فيها
روحي أفديها في السماء يبقى اسمها عالي وهي أمي وهي روحي هي عمري ونظر عيني وموت فيها روحي أفديها في السماء يبقى اسمها عالي وهذه البحرين وهذه أمي وأرض أجدادي وهي تاريخي كلنا واحد والشعب واحد أطلب من ربي تحفظ بلادي. الله الله تستاهل البحرين تستاهل تسلم لها الصوت وهاليد تسلم صراحه لحن في التكتيك مال زمن الطيبين ها ما شاء الله في يمكن سؤال بسالك اياه موضوع جلسه طرب في السوشيال ميديا او في التواصل الاجتماعي جمعت الفنانين وسويت هذه الموضوع كلمني عنه شوي حبيبي فانا طبعا لحن الفن فيني مهما كبر سن فالفن ما هو عيب يا ما في فنانين كبار ما شاء الله عليهم أعمارهم في الستين وسبعين لحين يغني فالفن هذه بحر ما له نهاية مثل الذهب ترى مثل كثر ما تكبر مثل الذهب ما شاء طبعاً الله طبعاً فحرام أنا قاعد يعني أنا عايش في أرض الواقع مع الفنانين واحتك معهم ففي عندنا فنانين في البحرين حرام قاعدين يعني ما في تشجيع لهم بقول لك بعدين من أي ناحية فأنا فكرت أن أسوي برنامج تطوعي مني في البيت والله مسوي ستارة مسوي لوجو مسوي كل شيء فتصوير بيكون فالناس تضيف كل أسبوع فنان من الفنانين البحرين طبعاً اللي لهم سمعتهم لهم اسمهم في البلد وزنهم الموسيقى وفي فنانين من عازفين طبعاً اللي يعزف جيتار واللي يعزف التونغو واللي يعزف درام واللي يعزف أورغ واللي يغني فكل أسبوع أقدم فنان في البيت بيكون لقاء معه وبيكون له تسجيل أغنيتين لايف على السوشيال ميديا اللي بيكون وبيكون تصوير له راح ننشره على الانستغرام تعرف الحين يعني ما حد يطالع التلفزيون كثر ما واحد شغال في التليفونات في السوشيال ميديا هو اللي يشهر الناس اكثر من التلفزيون فالتلفزيون الجيل الحالي ما يطالع التلفزيون التلفزيون صار للاخبار للمباراه للشغلات هذه بس لما الجيل الحالي شغال 24 ساعه قاعد في التلفون يعني حتى انا عيالي احط لهم تلفزيونات في البيت عمري ما دشيت اشوفهم يطالعون مسلسل يشوفون شيء كله يا اتاري يا قاعد على اليوتيوب يشوف هاي ففكرتي أنا أن مسوي البرنامج هذه أن حاول أطلع شباب دعم لهم أساساً دعم يعني قاعد تنقل هذه الخبرات أطلع الشباب المدفونين اللي عليهم قبار بيطلعهم مرة ثانية للناس لهم جمهورهم طبعاً والله هذا شيء حلو لفتة حلوة من عندنا فنانين وايد بس الناس ما تشوفهم فأنا في الانستغرام مالي عندي ناس من عمان عندي ناس من دبي عندي ناس من الكويت لما يدشون في انستغرام مالي يشوفون الفنانين الفرقه الكواكب او النجوم او غير الفرق سلطانيز لما احط لهم الصور احط لهم اغانيهم يستانسون يقول وينكم انتم للحين موجودين في الساحه والله نبي نشوفكم نستانس مشتاقين لكم يعني الجيل اللي على الجيل الذهبي خلينا نقول يقول والله نبي نشوفكم يعني ما ندري انتم يعني عايشين ميتين بس لما نشوفكم مثلا في البرامج هذه الانستغرام في السوشيال ميديا السوشيال ميديا نستانس اليوم السوشيال ميديا قرب كل الفنانين من المتابعين احنا ودنا نكمل ودنا لكن الوقت قاعد يداركنا لكن احنا ودنا بعد نسمع منك شيء اخير استاذ اذا بتسمع اخير بس غنين معاي انت لا لا ما غني ترى حبيبي تغني يعني ما شاء الله لا مرات الصبح غير بروفا وني ان شاء الله المره الجايه اذا ما في احد ان شاء الله نعطيكم شيء طبعا مو غنى هالمره بعطيكم موسيقى يعني يلا موسيقى نسمع شيء طبعا الموسيقى هذه احب الموسيقى ما يحتاج نختم ترى اليوم ايمان هاي الخاتمه من اغنيه المرحوم علي بحر طبعا الله بلد الله عيني الله احب الله الموسيقى هذه اكيد كلنا نحب هاي الاغنيه ان شاء الله نهديكم اياها اسمع الاغنيه
يا عمار. شكرا لك، يعطيك العافية. طبعا يوم كان معنا المايسترو يوسف لاري أكيد نورنا وشرفنا في استديو صيف البحرين. ووصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقة يوم الأربعاء من برنامجكم الصباحي صيف البحرين، على أمل يجدد لقاء باكر فيكم الساعة 10 ل 11 صباحا. نلقاكم على خير.